هرجله وشغب بالظبط كده. حلوه منك. اي خدمه. ولسه لسه ما شفتش حاجه. ايه ده؟ في ايه يا نسمة؟ حضرتك لو سمحت، في ولدين ماشيين ورايا بيعكسوني بقالهم كتير قوي، ممكن بس اقف معاكوا هنا يعني يفتكروني معاكوا؟ طبعا لازم يعكسوكي، هو في عسلية زي كده تمشي لوحدها؟ ما عندهم حق، ما عندهم حق. انتوا سافة بجد؟ وانتي جامدة بجد قوي كمان. تاكسي يا روح الشغل بتاكسي، ما ممكن كده يبقى صح. مش عارف. حلوة قوي دي. ايه السهولة دي؟ ايه السهولة دي؟ مش ممكن. يبقى في هنا بقى كده سكين. ايه الشر ده؟ وايه الازاز اللي انا قعدت عليه ده؟ زوم. طب يبقى المرة ماشي. صباح الفل يا حسون. اهلا يا سيدي. مخرب بيتك يا وسيم، الله يخرب بيتك يا وسيم. يا مسز اسراء، مستر وسيم اتصل بيا النهارده وقال ان هو اجازه، وانا ما ينفعش اعمل اي حاجه من غير مستر وسيم. يعني ايه اجازه؟ انا مش فاهمه يا فندم. لو سمحت اتفضل اتخذ اجراءاتك. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه انت ايه اللي جابك؟ انت قايل انت مش جاي. انا؟ ايوه انت. امتى ده؟ من ثانيه. من ثانيه ايه يا ابني؟ في مكتبي بره بقالي ساعه. قاعد في مكتبه بقاله ساعه؟ هي الاصطفه حلوه ولا ايه؟ مساء الخير يا فندم. وسيم السرتي مدير الفندق، أمرني. امال حضرتك بقى بتقول انك مديرة الفندق ليه؟ علشان انت لسه بتدعي ان انت مديرة الفندق؟ معلش يا فندم، هي عندها داء الكذب. وداء الكلب. وداء الكلب اللي هو ايه؟ هاو هاو ديزيز. هاو هاو ديزيز. أمرني يا فندم. انا ما عنديش داء الديزيز يا لذيذ يا فندم. انا في بلاغ بيقول ان النزيل خالد الشماشيري بيتاجر في الاثار، وانه بقى بيدير شغله من الغرفه في الفندق هنا. ده بلاغ كايدي اكيد يا فندم. ده مين الاهبل اللي مقدم البلاغ ده؟ انا. طب يا فندم لسه بقول لحضرتك انها كدابه عندها الديزيز وكده. عموما يا فندم، خالد الشماشيري ده انضف جست عندي في الفندق، وعلى فكره انا بشرف على نظافه اوضته بنفسي، وما شفتش عليه اي حاجه. يا فندم انا بقول لك ان ده حرام. يعني بس تكفي من بقك. بس ايه اللي انت بتقوليه على الراجل ده؟ استغفر الله العظيم يا باشا. يا باشا، احنا هنا مسميينه الحاج الشماشيري لانه كل يوم بيصحينا الصبح عشان نصلي وراه العشاء. جماعه انت بتقول ايه انت كمان؟ احنا مش مطلعين من اوضته سوا في مسار رمسيس؟ انت ناسي ولا ايه؟ يا فندم ده حرامي، وهو بنفسه اللي محضرني امشي جنبه في اي حته في الاوتيل. لا معلش يا فندم بقى، ده كده ازعاج سلطات. معلش، وانا شاهد. وانا كمان شاهد. بطاقتك لو سمحتي. انا؟ ايوه. انا بس مش معايا بطاقه دلوقتي يا فندم. مش ممكن يعني، انا مش هتدخل في شغل حضرتك، بس دي اسمها بلطجه، خدها على الاسم. يبقى حضرتك بقى هتشرفينا في الاسم لحد ما حد يجي يضمن. لا اسمي ايه يا فندم؟ اسمي ايه؟ ما تكبرش الموضوع كده. مستر وسيم، ممكن بس حضرتك تضمني ضروري؟ اضمنك ازاي بس؟ هو حد ضامن عمره؟ خدها على اسمي يا فندم. ارجوك يا مستر وسيم، حرام عليك، والله ممكن يتحضرلك في ولادك على فكره. مستر وسيم حرام عليك يا مستر وسيم. وسيم هاتي من بوليس ياخدني. يا وسيم عشان حرام عملت كده. انت بتقوق ليه دلوقتي؟ وملبوس ولا ايه؟